تسمية مدربي المنتخبات الوطنية للفئات العمرية. سمت لجنة المنتخبات اليوم الملاكات الفنية المساعدة إضافة إلى مدربي اللياقة البدنية، فضم الطاقم المساعد لمدرب منتخب الشباب قحطان شتير كل من خالد محمد صبار ومؤيد جودي وأحمد جمعة وحسين جبار مدربا للحراس، فيما سيكون على منتخب الناشئين مع عماد محمد، حسان تركي وأحمد والي وهشام علي كمدرب للحراس، إضافة إلى إسماعيل محمد مدربا للياقة البدنية. أما حسن كمال مدرب منتخب الأشبال فسيساعده سعد عبد الحميد وعلي حسين مشربت مدربا للحراس والدكتور طارق مصعب مدربا للياقة البدنية. ويتمنى الجميع أن يكون هنالك منهاج تدريبي واضح لكل المنتخبات مع تقديم كافة العون من الاتحاد من أجل مساعدة هذه الملاكات في الوصول إلى الجاهزية المثالية على جميع الأصعدة والمستويات.